فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النار موجودة الآن؟ وكيف نرد على الذين يقولون إن وجودها الآن لا فائدة منه؟ ما أحد يقول هذا إلا إما زنديق وإما جاهل مغرور. ما يجوز الكلام، ما يجوز الكلام، ينفي شيء لا علم له به. النار موجود وعدت للكافرين، والجنة موجودة وعدت للمتقين. ومعنى أعدت هذا فعل ماضي، ما قال تعد، قال أعدت، ففعل ماضي دل على أنها موجودة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن شدة البرد أيضا من فيح جهنم، لأن لها نفسان، نفس في الشتاء وهو البرد، ونفس في الصيف وهو الحار، دل على أنها موجودة. الميت إذا وضع في قبره وهو منافق يأتيه، يفتح عليه باب إلى النار إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. يفتح له باب إلى النار، درع على أنها موجودة، يأتيه من حرها وسمومها، دل على أنها موجودة. نعم فضيلة الشيخ، وش اللي دخل الإنسان بهالأمور هذه وينفي ويثبت بدون دليل وهو ما يدري عنه؟ نعم.